أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس المدبوغ من الجلود إذا كانت هذه الجلود من السباع والبهائم المفترسة؟ لا، جلود السباع ما تحل ولو دبغت، أما جلود الحيوانات المأكولة التي تعمل فيها الذكاة فلا بأس باستعمالها، ولو كانت ميتة، ولو كانت جلود ميتة إذا دبغت بطاهر يجوز استعمالها على الصحيح. أما السباع فلا يجوز، والحيات والثعابين كلها لا يجوز استعمالها ولو دبغت. نعم.